هعمل معاكو القرص الفلاحي بكل تفاصيلها. شايفين جمالها حلو ازاي؟ اتبعوا الخطوات. يا رب اكون ضيفة خفيفة عليكم. شايفين طريقة قد ايه العجوة من جوه ازاي؟ ونبدأ على بركة الله. اهلا ومرحبا بكم في قناة نغمات الاطعمة، معكم سهير من قناة نغمات الاطعمة. اهلا وسهلا بحضراتكم. ان شاء الله هنعمل القرص الفلاحي بكل تفاصيلها. يلا بينا عشان نطولش عليكم هقول لكم المقادير. مقاديرنا بسيطة خالص وسريعة. عندي هنا 240 جرام من الحليب، 30 جرام سكر بودر، 14 جرام خميرة، نص كيلو من الدقيق 250 جرام، عندي 125 جرام من الزبدة، معلقة من البيكنج باودر ما يعادل 15 جرام، معلقة ممسوحة من الملح. طب وانتي ليه بتقولنا بالجرامات وما بتقولناش بالكوبايات؟ ما عندناش احنا جرامات، طب نعرفش في الجرامات ولا يهمك خالص، مش هعقدك الدنيا. عندي هنا مج من اللبن او الحليب او اي بقى ايه اي حاجة انت بتقولوها في بلدكم يعني. عندي هنا معلقتين كبار من السكر البودر، خلاص كده نص كيلو من الدقيق، باكو من الخميرة، عندي معلقة من البيكنج باودر، هنا الزبدة كوب مليان من مج زي ده كده زبدة، يعني مقاديرنا بسيطة خالص مفيهاش اي تعقيد. عشان الناس اللي بتقول ايه ان انا مبعرفش بالجرامات، انت على طول بتقولي لنا بالجرامات، لا انا عناية ليكم هقولكم اللي انتوا عايزين كله. عندي هنا عجوة او اي حشو انت عايزة ايه تحشي بيه القرص، او لو عايزة تستغني عن العجوة مفيش مشكلة خالص. يلا بينا بقى عشان ما اطولش عليكم هنقول الطريقة كده. عندي هنا ربع كيلو دقيق اهو نخلاه عشان بس ما اطولش عليكم. هنخل الربع كيلو التاني، بسيط خالص وسريع اهو مفيش تعقيد ولا حاجة، هتطلع معاكم احلى قرص فلاحي. اعملوها بنفس الخطوات هتطلع معاكم جميلة جدا. هنخل الدقيق كويس خالص. طب ايه لازمته ان نخل الدقيق؟ الدقيق عشان يخش له هواء وفي نفس الوقت يبقى معاكي ايه مفيهوش رطوبة. طب انا ما بحطوش في التلاجة؟ لا برضو لازم يتنخل عشان يبقى معاكي كويس. عندي هنا اهو معلقتين كبار كده من الخميرة كده، انا حطيت كل المكونات الجافة الاول، بسيط خالص وسريع. طبعا طالما في خميرة لازم يكون في سكر، معلقتين كبار من السكر، معلقة بيكنج باودر، سهلة خالص وسريعة وبسيطة، معلقة ممسوحة من الملح. طب الملح ده كتير خالص، الملح مش كتير عشان يعادل السكر اللي احنا حاطينه. خلاص كده هقلب كل المكونات الجافة كده بسيطة خالص وسريعة. عندي هنا الحليب يكون دافي، الحليب هنا عندي يكون دافي، لازم يكون دافي. هقلب كده هقول بسم الله، حط كده، والحليب لازم يكون كامل الدسم يعني بالقشطة بتاعته كده تحطيه، وما ينفعش الايه الحليب النيدو او اللي هو المبستر، لا لازم يكون حليب بلدي. هقلب كويس خالص كده، لسه مكمل معايا، ما ينساش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكم كل حاجة جديدة انا بنزلها. بصي العجينة ايه هتتلم بكل سهولة وبسيطة، لو عايزة تعملي كيلو من الدقيق هتضعف الكمية، بسيط خالص وسريعة. شايفة العجينة ناجحة وجميلة، وان شاء الله هنستخدمها في حاجات كتير معانا. شايفة كده اهو اخر حاجة احط ايه، احط الزبدة كده. طب ليه انا محطش الزبدة مع الحليب؟ طولي بالك بس عليا كده عشان لما اجي الم العجينة
العجينة كلها هتشرب من ايه؟ من الزبدة. هتتلم كل بسهولة كده وبسيطة خالص، ما خدناش اي وقت، وسريعة وفي نفس الوقت ايه؟ عجينة ان شاء الله ناجحة. امشي بس على الخطوات وان شاء الله هتطلع معاكي ناجحة جميلة جدا. وعملوها في البيت احسن ما تشتروها من بره، وما بتاخدش وقت معاكي، يعني ما بتاخدش وقت معاكي ولا في العجن ولا في الخبيز ولا في اي حاجه. يعني انت لو انت حطيتي كده هو على النار طبيخ وعملتيه وانت واقفه، عقبال ما الاكل يستوي هتكوني عجنتي الايه؟ العجينه. انا عايزه العجينه تبقى كده طريه كده عشان لما تيجي تستريح هتلمي معانا. شايفه اعملي فيها كده، افضلي اعجني فيها كده هتتلم معاكي بكل سهوله. طب انا الضيق، لا الضيق بتاعي نطر السوائل وما ايه وما تلمتش معايا، هنحط لها معلقه دقيق عشان تلم معانا، عشان في عجين بينطر الدقيق وفي عجين وفي دقيق بياخد السوائل، فانت تحطي ايه كده على قد طلبك. اهي دي 15 جرام، لازم تشوفي الطريقة كلها، ما تشوفيش حتة من ال وتاخدي المقادير وتروحي تعمليها وتطلع معاكي كده، عشان في خطوات واحنا مشغلين بتطلع. يعني انا عاملاها بنفس المقادير دي قبل كده، بس العجين الدقيق شرب مني السوائل، الدقيق دون نطر السوائل. فبصي اهو اتلمت الزهر كده، خدنا ايه النص كيلو دي بالظبط، وعليه ايه 15 جرام زياده. اهي عجينه ناجحه جدا وجميله وطريه، هتلزق معاكي كده. عايزه لها تاني ايه رشه صغيره اهو، برضو هتدخلي لها برضو الهوا كده. كده برضو احنا ما مليناش ايه، ما مليناش المعلقه جامد، احنا حطينا بس ايه 15 جرام زياده وقيمه 10 جرام تاني، يعني 25 جرام بس كده. شايفه بقى العجينه عندي عامله ازاي؟ العجينه بقت كويسه جدا وطريه وجميله اهي، شايفه عجينه ناجحه جدا، وفي الغبيز هتبقى تحفه اهو. اغطيها بقى لمده كده ايه، لو الجو حر عندك هيبقى نص ساعه، الجو هيبقى شتا هيبقى ايه ساعه او ساعه ونص بالكثير. اريحها بقى لمده نص ساعه وهرجع لكم تاني. فاصل وانا واصل، اوعوا تروحوا في حته ولا تغير المحطه، لسه مكملين مع بعض. ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، بعد ما الحنينه خمرت بالمنظر ده، شايفين ما شاء الله عملت ازاي، عجينه هشه وجميله. هناخدها كده، اول حاجه المها كده بايدي، شايفين بقى ما شاء الله هي يعني عجينه جميله. هعملها كده ايه على حسب بقى ايه انت عايزه الايه، الواحده تبقى سمكها قد ايه، يعني الواحده خليها كده في الوسط كده، وخلي ايه تقطيعتك كلها واحده. اهي انا هقطعها كده، هجيب بقى هنا صينية، هدهنا كده بالسمنة او الزيت، يا سمنة يا زيت ما ينفعش زبدة. طب انا حاطة زبدة في العجينة؟ لا، انت لما تحطيها في العجينة الحليب اللي في الزبدة هي ايه هيشربها، لكن لما تدهين الصينية هتتحرق منك، فانت تدهنيها يا زيت يا سمنة. هقطعها كده تقطيع واحد كده، تحاولي تقطيعك يبقى كله واحد، انا بس اوصل كل الفكره. هقطعها كده تقطيع واحد ويكون ما يبقاش ايه سمكها عالي قوي. اجيب هنا ايه العجوه، هكورها كده
اهي حته كده افتحها كده بصوابع ايدي، ركزوا معايا، هحطها كده في النص كده اهي، وهقفل عليها، وتحاولي تقفلي كويس عشان ما تتحرقش منك، ما تطلعش وتتحرق منك اهي. شايفه الجمال؟ هعملها كده، هسيبها بقى ايه كف ايدي كده، واعمله كده ماشي، وقفلتها كويس بقى من ايه من قاع القرصه. لازم تقفليها كويس عشان لما تخش الفرن ما تتحرقش منك. هعمل واحده كمان معاكم، همسك كده العجوه، هاخد حته كده قد الليمونيه اهي، افردها كده بصوابع ايدي العجينه، احطها كده النص بالظبط، وهقفل عليها بالراحه كده، هقفل عليها كده، اجيبها كده صوابع ايدي واقفل عليها كويس، وعامله كده عشان ما تتفكش مني لما بتخش الفرن. وبكف ايدي كده هدوس عليها ايه دوسه بسيطه، يا رب تكون الفكره وصلت. بس كده هحطها بقى كده في الصينيه، هكمل كل الكميه وارجع لكم تاني فاصل وانا واصل. بسم الله ما شاء الله، خلصت كل الكميه بالمنظر ده. التسويه بقى مهمه جدا، هتجيبي غطا، غطا من بتاع الحل عادي خالص، هتغطيها كده وتدخليها الفرن. طب ايه لازمتها، ايه لازمه الغطا ده؟ الغطا دون لما بتطلع بخار من القرص فبتسويها كويس من جوه ومن بره، وفي نفس الوقت هتطلع معاك عاليه كده، وان شاء الله طعمها حلو. ادخلها على الفرن على درجه حراره 180 درجه مئويه على الرف الوسطاني واصل ونواصل. تبقى بالمنظر دون، هنعلق عليها النار كده الغطا. بسم الله، نشيل الغطا كده بالراحه. شايفين شكلها عامل ازاي بقى اول ما القاع يستوي بالمنظر ده؟ شايفين؟ هنجيب بقى صفار بيضايه ونرجه، باكو من الفالينيا وصفار بيضه، انزل عليها كده ارجه كويس خالص. الخطوه دي اختياريه، لو انت مش عايزه صفار البيضه ممكن تشغلي عليها الشوايه، بس دي عشان هتديها لمعه كده وفي نفس الوقت هتكون طريه معاكي. هدهن كده الوش بالراحه وادخلها الفرن تاني بس من غير الغطا. هدهن كده الوش بالراحه اهو، هي استوت كمان من جوه، استوت كويس خالص. انا عايزاها بقى تاخد وش بس كده، ادخلها بقى الفرن بس من غير الغطا. يشغل عليها الشواية، لو مش عندك شواية ممكن خالص هتشغل عليها الفرن عادي مفيش اي مشكلة، هتبقى جميلة وطرية وفي نفس الوقت ايه مستوية وحلوة من جوه. بس كده كده هتديها اللمعة بقى اللي احنا بنشوفها في الافران. ادخلها الفرن تاني وولع الشواية. شايفين بقى شكلها حلو ازاي؟ خدت وش بسرعة وطرية وفي نفس الوقت مستوية من جوه ومن بره. وادي شكلها النهائي، شايفين جمالها حلو ازاي؟ شايفين بسم الله ما شاء الله، طرية اهي، بس انا مش عايزة البسها بايدي عشان سخنة، طرية جدا وهشة وفي نفس الوقت طعمها تحفة. عايزة اوريكم واحدة هنا بس وهي جوه من جوه. بسم الله، شايفين طريه ازاي، طريه قد ايه ما شاء الله، شايفين شكلها حلو ازاي. عملت معاكم القرص الفلاحي بكل تفاصيلها، شايفين جمالها حلو ازاي. ما تنسوش لو عجبتكم الحلقه اعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس على كلمه الكل. مستنيه تعليقاتكم
تنوروني بالاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله.